هون. اه ورده. يا ورده يا ورده. تطلب مني سماح؟ لا لا لا. انا متخلفه وجعره. هذا منطق بتاع واحدة إعلامية؟ إي بيان سور، ردة فعل الكلام خايب ياسر قلتو عليا وقتها تتراي فيك. فهمت؟ قلت عليك حتى كلمة خايبة؟ لا لا لا، قالت 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 ما هبطت فيديو ما خليت وما بقات كلام ياسر لا يليق بفنانة الساعة تو دابور. دونك ما دوي كون أنت أرقى، كون أنت أرقى مني. لازمك تقول لي ساعة أنت راقية ولا ليس، باش نعرف أنا كيفاش نجاوبك المرة الجاية. فوالا سي تو. نجم تكون راقية معايا ولا ليه؟ بالطبيعة نجم، خاطر شو وردة، وردة كواحدة معناتها نجم ما ناخذش عليها وردة. وردة بنت بابا وهذاك اللي واللي فما فما واللي على لسانها تقولوا هكا بعد ساعات ندغدغوها شوية، أما مش ميشامون من غير قصد. فوالا هذه بايا زردي في مع هذه، شنو تجاوبها من بين اللي قالت وقالت كلام لا يليق بفنانة على الكلام اللي انت قلت وقالت احنا مش باش نرجعوا ميسه اللي هي قالت. وقالت نجم ما ناخوش عليها بنت بابا. لا 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 عادي، معناها انا ما قالت نجم صالح على خاطر هي تعرف اللي انا لا احنا مش نجوا الحلقه دي تعديت الجمعه اللي فاتت، يعني هذه اكتواليتي. فهم عليك اما خليني انا نجاوبك. هي مش انا اللي ظلمت الساعة قبل كل شيء، انا راني ما تكلمت فيها كلام اللي ما هي يعني تكلمت الاولى، يعني قلت فيها كلام خايب. هي وقتها على فازة الرقاص، يعني وقتها انا قلت انا ما ناخذش رقاص. اي انا حره ما ناخذش رقاص، انت مش يهمكم. مش دخلكم فيا. اي يعني الكل نعرفوا. لا لا خلينا نقعدوا في الاجابه هي. خصمك خلينا نقولهم، خلينا نعاود نقولها مره اخرى. انت مش يهمكم فيا ترى. انا ما نحبش ناخذ رقاص. شكون يسالني؟ انا جيتكم قلت لكم انت تاخذي هذاك وانت تاخذي، انا حره، قلت انا ما نخوش رقاص، يا اخي سامحني. هو سامحني مع احترامي لرشدي، رشدي باهي وانسان طيب ونحييه وكل شيء يخدم على روحه ربي يعين. اما هو سامحني كي تعدى في التلفزيون ايش قاعد يعمل؟ ما هو يرقص ولا؟ هما شنو يراوها بالكلمه انا كي قلت رقاص؟ خاطر نحن نقولوا رقاص، ايش تحبني نقول رقاص؟ دانساغ؟ انا ايش نقول دانساغ انا؟ فهمت؟ رقاص، أنا قلتها معناها سبونتانية، تكلمت هكاك، قلت لها أنا راني ما نجمش ناخذ رقاص. هما دخلوا فيا ورقاص وتعمل هي الفم الأبخر ما دواه كان السواك الحار وطلع. هذا الكل شفناه. هذا كلام يعني. هذا علاش هي قالت؟ لحظة برك، هي إيش قالت؟ قالت معناها هي ما ناخذش عليها. ما ناخذش عليها، تراني مش مهبولة ما تاخذيش علي والله بعقلي، وعقلي رزين على الآخر على الآخر، يعني أنا بعقلي معناها امرأة عندي عقل ونعرف إيش قاعدة نقول ونعرف إيش قاعدة نعمل، فهمت؟ لكن عادي كي قبلت الصلح والحمد لله عليها، ماني هكا قلبها باهي. هي هكا كفو كعبه حلوه معناتها من لو قتلك. اي نعم بعد قتل تصالح وما فما يعني هي ذكيه برشا زعما باية في بالها معناها. شنو زعما؟ بذكية يعني هكا انت زعما انت راقيه وانا باش نكلمك بروقية، انا ارقى منك حتى انا ارقى منها بالطبع، على خاطر انا كي تكلمت ما عيرتش كلام خايب. هي قالت الكلام اللي قاله لها هادي، اكريت الكلام اللي معناها انت وردة مستمرة تو. لا مانيش مستمرة. انت ارقى من باية الزرد؟ لا 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 انت بالعكس قلت. انا ريتي في داخلي والله العظيم جد نحكي لك، في داخلي انا باية نحبها في داخلي، لكن انت عبد كي تلقاه مهاجمك وكذا وما نعرفش ليه ما تقبلش. ايوه تو قالتنا عادي نتصالحوا، تقبل الصلح ولا لا؟ ايه عادي متصالحه، نتصالح معاها لان هي طالما هي قالت انا يعني معناها اليوم تقولها انا ارقى منك ما نتصالحوا فما حتى وش. لا لا مرة رجع لها، هي اعطتني كف وبعد كعبه حلو. ايه خليني نعطيها انا كف وكعبه حلو، فهمت كيفاش؟ هذه متسلفه مردوده. متسلفه مردوده ما فيش معايا انا ما تلعبيش، يلزمني انا شوف انا مثلا عبد يجي يعطيني كف نعطيه كف، رجع الكف يجي يعنقني نعنقه عادي. عادي ما فيش اللي يعطيك ترجع له نفس الشعور. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، ما فيش هذا. اي اما هوني ما خديتش يعني اجابه صحيحه، كانك رجعت نفس رده الفعل. لا فقط لا ولا لا، ثم تصالح فعلي ولا اليوم يستدعاك جديد وتمشي وتصالح؟ عادي نمشي ونسلم عليها، تمشي وتسلم عليها. نسلم عليها هكا ننتظروا المصالحه الكبرى. بلطخ فما مشيت كمشيت انا ما سلمتش عليها، سلمت على الخلق الكل هي. لا اها تنجم. لا ما سلمتش عليها بالطبع. فرد طاوله قاعدين. لا لا حتى في اللوج ما سلمتش عليها، هني ما سلمتش. لقيت هاي جيت هي خش دلت السلام تعدت، انا رديت التحيه بس ما سلمش عليها. معنا مره جاي معنا نشوفوك حاضره مع امين قاره وتتصالح انت وباي وكل شيء. اما انا فما كي تعدت مع الباباراتزي في حاجات الحق
ما عجبنيش ياسر تمادى هو الباباراتزي في حكايات ما يجيش يعني عيب. الحق انا حسيتها معناها اللي يعني توجعت معناها غاضتني فما ربي معناها حسيت بها. تحكي على قصه الامومه اي قصه الامومه هو كي قالها تمادى ياسر معناها يعرفش بكل معناها ما احترمش حتى روحها حتى يعني كذا فهمت ما عيب عيب الحق. يخوفك الموضوع هذا وردة؟ تخاف انك في يوم من الايام تتحرم الامومه؟ والله لا انا حتى هي حستها ممكن عندها حق وكل شيء. لا نحكيو عليك انت. نحكي على روحي انا بالنسبه لي انا كشخص اعوذ بالله من كلمتي انا ارضى بما كتب الله لي فقط. عادي. عايشه في الحياه هذه مستحيل نعمل احساب مش معناها بون نعمل حساب الحاجات لكن اللي يعطيه لي ربي واللي كتبه لي ربي انا راضيه به. يعني مانيش باش نبقى نخمم في حاجه خليها على الله. خليها على الله سمعني خليها على انا هذه نهديها لبيا الزردي باش نهديها لها نقولها بيا انا واو طالما احنا تصالحنا مع بعضنا انا قلبي كبير وقلبي صافي كيما قالت هي وردة تتكلم سبونتاني يا سيدي ما انا سبونتاني باش نهدي لها الغنيه هذه اهدي لها الغنيه هذه تحيه لها بيا الزردي تحيه لها بيا الزردي خليها على الله خليها على الله تبكي ليش خليها على الله خليها على الله خليها على الله صبرك خير من دمع المذلة اصبر على الهموم اصبر على الهموم غير الله ما حاجة تدوم ما حاجة تدوم ما حاجة تدوم يا بي الزردي واشي في تبكي كل يوم خليها على الله خليها على الله يا بيوت خليها على الله صبرك خير من دمع المذلة شكرا الله 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 أوه برافو يعطيك الصحة ومكبر قلبك لا أنا كنت وميرسي بوكو اللي قلت أي لا لا بالعكس خاطر أنا راني إجابتك ظهرت لي لا مش تقول لي ما تسامحوش أنا حتى من مشيت مع أمين وبحذاها راني أنا كنت يعني ماشية قبل الصلح لطالما أنا حضرت مع أمين وهي موجودة على فكرة ها باش نقول لك حاجة هي لطالما أنا صحيح هي أخلي أني هي يعني كرونيكوز معناها ديما غادي موجودة غادي معناها رسمية فهمتي كيف أنا كنت النجم نقول له أمين لا ما نجيش على خاطر بيا غادي أنا ما رفضتش مشيت معاه وقلت لها وجهتها أنا من طبعي راهو أنا العبد اللي نحب نواجهه حطها في بال بالحق راه العبد اللي نحبه نواجهه انا ما ننساش قبل كنا حبيبات انا وياها كانت كي ديما في الوطنيه في الاذاعه الوطنيه تعيط لي وتعدي لي اغانيه وكي كانت في الوطنيه الاولى عندها برنامج نتذكره وبعد صار توترها يعني ورجعت الامور الى نصابها ونعطيك حاجه اخرى ثم كرونيكوز اخرى في برنامج اخر وعيطوا له وهي موجوده انا قلت لهم لا علاش ورده على خاطر الكرونيكوز هيك موجوده انا ما نجيش فهمتي توا؟ شكوني؟ نحكي لك في نحكي لك انا لطالما انا مشيت لبيا لا ما نقولش فكر عليا لا لا ما نقولش جديدة؟ مانيش باش نقول تي قديمة هاي ديما كرونيكوز هي انا ما نقولش في برنامج تو قاعد تو عيطت لي المنشطة وهي معاها قلت لها لا انا هي معاك انا ما نجيش فهمت؟ لا والله هكا قلت لها انا متعرفيني ما نحشمش نقولها طول كلمتي قلت لها معاك فلان انا ما نجيش وباركونتر هو كي كلمني مثلا امين وكلموني جماعه امين باش نحضر ما قلت لهمش لا معاكم باي حتى قلت له انا باي هاني باش نقول لها واش قلت فيه واضح فهمت به نمشيو الفيديو اللي بعده